لمواقف صلبة للمجلس الانتقالي. تقويض للمرحلة السياسية الجديدة يدشنه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من العاصمة المؤقتة عدن. على الشرعية الجديدة التي جاءت بها مشاورات الرياض أن تكون في مستوى مسؤوليتها لتنفيذ بندًا بندًا ما خرجنا منه من اتفاق الرياض، ألا وهو على رأس هذه القائمة انسحاب القوات التابعة للجمهورية العربية اليمنية. ادعى القيادي في الانتقال أحمد بن بريك مجلس القيادة الرئاسي إلى سحب قوات الجيش الوطني في إشارة إلى المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت. لم تغب الشعارات المناطقية وخطاب الكراهية والتحريض، وردد الانتقال لغته المعتادة غير آبه بالمتغيرات السياسية الجديدة التي أضحى الانتقال ممثلا فيها ضمن قوام مجلس القيادة الرئاسي المنبثق عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي والحكومة الشرعية الوليدة عن اتفاق الرياض. تهرب الانتقال من مسؤولياته في إدارة المحافظات الجنوبية طوال السنوات الماضية، واليوم يدعو الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى تغطية فشله في توفير الخدمات المتمثلة بالكهرباء والماء والصحة والتعليم، ويصر في الوقت ذاته على بقاء العاصمة المؤقتة عدن تحت سيطرة ميليشياته المسلحة، وذلك أمر لا يتفق مع مجريات المرحلة السياسية الجديدة التي نصت على دمج كل الميليشيات وتسليم مهمة تأمين العاصمة المؤقتة للبلاد إلى قوات الحماية الرئاسية. يمضي المجلس الانتقالي بخطوات تصعيدية أحادية الجانب يقابلها صمت من المجلس الرئاسي الذي بدأ منذ الوهلة الأولى بالعمل تحت رحمة ميليشيا الإمارات، فهل نشهد موقفا حكوميا حازما ينهي تصرفات الميليشيا ويعيد للدولة هيبتها؟